عبارة عن مراقبة النظام التعليمي داخل المدرسة بالكامل، فبالتالي أنا بحقق الأمان للطالب وبحقق الأمان للأهالي اللي في البيوت، وهو يقدر يتابع إن ابنه في حالة أمان كاملة من أول دخول المدرسة لغاية ركوب الباص بتاع المدرسة عشان يرجع للبيت. بالنسبة للمدرسة نفسها أنا بحقق لها توفير، إن أنا بقدر أحقق للمدرسة كفاءة كاملة في العمل خلال اليوم الدراسي كله، إن أنا بقدر أحقق لمدير المدرسة أو القائم على الأنشطة في المدرسة بتحقق من أي فصل أو من أي مكان في المدرسة وهو قاعد في نفس المكان في خلال ثانية أو ثانيتين، بحيث لو في مشكلة هو بيقدر يحلها في أجزاء من السنة، ويقدر يبعت حد على المكان اللي فيه المشكلة بيبقى هو شايف بيقدر يشوف المشكلة في وقتها. ده بالنسبة لجوه المدرسة. ده بالنسبة لأنظمة الكاميرات اللي بتركبها شركة فكر، أنظمة المراقبة. الأنظمة دي بتبقى متوصلة عن طريق سيستم، ده بيبقى موجود عند الشخص القائم بمتابعة العمليات دي في خلال اليوم. غير كده احنا بنطور النظام التعليمي، النظام التعليمي بيتطور عن طريق projectors, smart boards اللي هي وسائل التعليم الجديدة المطبقة بره. لما المدرسة بتقدر تعمل الحاجات دي بيوصل لسيرتيفيكت أو شهادات جودة، هي باللغة العربية تبقى شهادات جودة زي الايزو زي سيتا. لما المدرسة بتحصل على الحاجات دي بتقدر ان هي ترفع المستوى التعليمي، يبقى المدرسة في مصر زيها زي المدرسة في نيويورك زيها زي المدرسة في لندن. انا وصلت لمستوى تعليمي جديد رهيب، قدرنا نوفر حالة تعليمية كويسة. السيستم اللي احنا بنعمله بيقدر يخلي الاهالي تعرف ايه المشاكل التعليمية اليومية او الاسبوعية عنده. دي اول مرة شفت في المعرض من اول؟ اول مرة في المعرض بتاع المدارس. ثالث مرة. وشايفين ايه السنة دي عن السنة اللي فاتت؟ والله شايفين ان الاهالي حاليا متقدمين شوية في الزيارات، الموضوع بقى انفتاح شوية، الاهالي بتدور على انظمة تعليمية جديدة، مش انا هدفع فين وليه، لا انا ابني هيتعلم ايه، اتعلم ازاي، الامان لابني هيبقى في انهي مدرسة، المدرسة اللي بتنفذ لابني الامكانيات اللي بتخلي ابني لما يروح اي دولة غير مصر فهو هيشرف اهله وهيشرف بلده وهيشرف مدرسته اللي درس فيها.